مارسيل كولر الحقيقه كان ليه مجموعه من التصريحات امبارح بعد انتهاء مجريات المباراه، قال ان النادي الاهلي حقق المطلوب عن جداره واستحقاق طبقا لكلامه، وان الفريق كان مسيطر تماما على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء واهدر العديد من الفرص، وان الهدف اللي سجله سيمبا جاء اثناء سقوط محمد هاني بسبب الاصابه وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز. تعالوا ناخد فكره من خلال الفيديو ده ونسمع ونشوف يعني قال ايه تاني ضمن تصريحاته في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام. كنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل طول المباراة بنلعب لقدام، ضيعنا كمية فرص تاني المباراة التانية على التوالي، بنضيع فرص كتير جدا الشوط الأولاني بالذات، ضيعنا كور كتير الشوط التاني برضو، كملنا تضييع أهداف مش بنفس عدد الشوط الأولاني، لكن احنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل. المنافس طول المباراة بيحاول ان هو يقف تحت الكورة مستني بيدافع ومستني ان احنا نغلط مرة أو اتنين، هو ما راحش على الجون تقريبا غير مرتين أو ثلاثة وهو مستني ان احنا نغلط، وللاسف احنا ساعدنا على ده ان احنا عملنا الاخطاء اللي هو مستنيها مننا. الجون اللي هم جابوه كان هاني واقع على الارض، محدش كان باصص، لا معرفش حد، المفروض كانت الكره فاول لكن الكره عدت ومشيت. لعيبتنا كانت المفروض انها تبقى تركيزها اعلى من كده لما يلاقوا ان لاعيب واقع على الارض من عندنا، ان هم يبقوا عارفين ان احنا عندنا نقص عددي، تركيزهم في اللحظه دي لازم يبقى زايد اكتر، يكون عندهم وضوح في الرؤية أكتر، يكون عندهم إصرار وعزيمة أكتر إن هم يطلعوا الكرة طالما الزميل بتاعهم واقع على الأرض، لكن للأسف ما حصلش وهم جابوا جون. الحمد لله إحنا قدرنا إن إحنا نرجع في النتيجة ونجيب التعادل مستحق جدا بعدد الفرص اللي إحنا ضيعناها النهاردة، كان المفروض نكسب بنتيجة مختلفة تماما أو بشكل مختلف. المنافس كمان راح جاي له فرصه في اخر ثانيه في المباراه المفروض ما تحصلش خالص خالص، قررها اكتر من مره، ده مش مقبول اطلاقا ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره جدا في الفرقه، والمفروض ان احنا ما ينفعش ان احنا في لحظات زي دي في المباراه نسيب الكوره بالشكل ده، ونحن اخطاء بالشكل ده تكلفنا فرصه خطر جدا، لكن في النهايه تاهل مستحق مجموع المباراتين والحمد لله. معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول لان رؤيتي مختلفه تماما، انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل، مسيطر عليها اكتر كمان الماتش الاولاني، مسيطر عليها لمده 90 دقيقه، المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين، لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير، ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها، لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما، ان انا مكتف منافس قوي جدا، ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه، ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0 لان انا لازم احترم المنافس اللي قدامي، احنا بنلعب فرقه برضو محترمه، لكن احنا المشكله الوحيده النهارده ان احنا ما جبناش اهداف، لو كنا جبنا اهداف الكلام كان هيتغير، لان احنا مسيطرين بالطول والعرض على المباراه، فانا معترض بس على نقطه الاداء. الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جول، عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في ريتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على حافه فعلا، انزل لاعب لسه هياخد ريتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس، فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في ريتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. مودست كان عيان جدا، رقد تقريبا 3 ايام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب، بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التأهيل حتى مش مع الفرقه، امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق، كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد، فهو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها لانه كان عيان جدا، فالموضوع ملوش دعوه بالثقه ولا اي حاجه، هو بس عشان خاطر طالع محتاج بس كام يوم تمرين مكثف وهيبقى معانا ان شاء الله، ملوش علاقه بالثقه. بالنسبه لامام، من بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه هو بقى له دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، مفيش تمرين، عارف يعني حاسس ان هو مش مديني 100%، كل تمرين بينزل يزكك شويه ويجري خفيف ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشده، فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف فيه ايه، انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها نشوفها ونكشف عليه مره تانيه نشوف ماله، لان ولو طلع ما فيش حاجه لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف التمرين وينزل ماتشات 100%، يعني تتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش، فلازم نطمن عليه الاول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه. بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني، الشوط الاولاني احنا مضيعين
كور كتير واحنا متفقين على كده، كهربا وبيرسيتاو، احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني الماتش اللي هناك. لما الشوط الثاني هم بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هم من ضربتين ثابتين، واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا يعني غريب، خطا فردي في الجون الثاني في كورنر. الجون الاولاني برضو ضربه ثابته، ما بقولش ان دي مش اخطاء، اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض، لكن مش كورتين من لعب مفتوح يعني، هم الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح. بالنسبه للماتش هنا سؤالي لحضرتك، هم عملوا كم فرصه النهارده؟ وده برضو نفس كانت مشكله الماتش الاولاني اتكررت النهارده، دي مشكله السنه اللي فاتت يعني، انا نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه 18، شراسه اكتر جوه 18. لازم الفرص اللي بتجي لنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3 4 0 مثلا خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من اللعيبه اكتر من كده بكتير جوه 18. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر كولر بعد طبعا انتهاء المباراة وأثناء هذا المؤتمر الصحفي. كمان روبرتو أوليفييرا مدرب سيمبا التنزاني هو كمان كان حريص طبعا على ان يبقى له بعض التصريحات، اكيد استهلها بتقديم التهنئة للنادي الأهلي، واكد ان النادي الأهلي هو افضل نادي في افريقيا ويستحق التأهل رغم ان لاعبي فريقه قدموا عرض جيد. قال ان سيمبا لعب بشكل جيد جدا امام النادي الأهلي في تنزانيا وكمان في القاهرة وكان ند قوي ليه، لكنها كرة القدم هكذا، هي ليست معركة إنما هي فن على حد تصريحه.